ولذلك يقال ومؤكد يعني من كل الدراسات ان كل الانقلابات بيعملوها بتوع المشاة. يعني كل اغلب الانقلابات اللي تمت في العالم منها مصر طبعا اللي صممها ونفذها بتوع المشاة. بتوع الجوية دايما ما لهمش علاقة بالانقلابات العسكرية ولا بتوع البحرية، ناس حتة تانية. يعني انت كده دور كده في بتوع الجوية هتلاقي ضباط الجوية يعني ألاجة كده شوية، ولاد ناس قوي. انت ايه طيار مثلا؟ ما اعرفش ولا ايه، ما اعرفش. المهم يعني تلاقي الطيارين حتى بتوع الطيارين المدني يعني تلاقيهم شوية كده لطاف قوي. انما انت واحد شغلته دبابة، شغلتك على المدفع ايه؟ بولولوم. شغلته انت عارف شغلة بتوع المشاة ايه اخرها؟ يعني سيبك من القصة دي، انا بقولك يعني خد من الاخر، يعني شغلتها 9 ضغط و9 استعد والحاجات دي، ادي التكنولوجيا بتاعتهم. ويلعب يلف البندقية كده في سلام سلاح والحاجات دي، كاتف السلاح والحاجات دي، تقف كده قدام الطابور تلاقي كل المهارات. وبعدين يزعل قوي، يزعل قوي بتاع المشاة لو انت لفيت غلط. كاتف السلاح، تيجي انت تعمل السلاح كده افهم يا عسكري والحاجات ايه دي يا عم، ايه التكنولوجيا يعني؟ وبعدين عايزك تلف، بص بقى من ايام اسماعيل ياسين، من قبله من ايام ابراهيم باشا، عايزك تلف لليسار، لف. لو لفيت ما كيش على واحدة على كعب رجل وواحدة على المشط، ما هي كده بتبقى واحدة رجل على الكعب ورجل على المشط، دي بقى تاخد فيها دورة 3 شهور. على ايه بقى؟ على ايه؟ انك تلف اللفة صح كده يعني، وتبقى رجلينك جنب بعض. هو دي القصة. لكن بتاع الجوية ده من سنة تانية بيطير بطيارانة، طيارة ليها رقم مدفوع فيها فلوس، ليها تكنولوجيا وهكذا. بتاع البحرية، فالسيسي يبدو، او مش السيسي يبدو، هو كان نفسه يخش جوية. وانا قلت لكم ده قبل كده في حلقه هنا، السيسي قدم على جويه وفشل، وبعدين قدم على حربيه. هو كان نفسه يطلع طيار، هي دي مشكله السيسي ومشكله ناس كتير جدا، انه كان نفسه يطلع طيار وبعدين في الاخر لقى نفسه سايق تروسيكل عادي جدا مفيش مشاكل يعني.